Gracias.
بولس ما عاش مع يسوع،
كانوا بدهم يفتخروا بقلب لا 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 خبروهم عن يسوع اللي عشته انا بخبره روحيه عميقه. بولس ما عاش من يسوع. معناتها بولس عم بيقول لها مفتح مجال لالي ولالي ولالك ولكل واحد منا انه بعد فيك تعيش هي الخبره يوميا لانه يسوع حي. يسوع متحرك. يسوع هو المسيح مع كل الكنيسه مع كل مؤمن بريد شكله ومشي معه تيتحد فيه بعدين. انت بكنيسه متحركه بالروح القدس. انت كنيسه بيقول لك يسوع اذهبوا وبشروا وعلموا وعبدوا واخبروا بما صنع الرب اليكم. ولأجل ذلك الرسل ما أجأوا إلى الكتابة إلا لتوضيح الأمور. بولس بيقول لواحد من أهل كوريكوس عم بيكتب له أنه أما الأشياء الباقية أنا مش مرتبها أنا لأبيات قديش توها. بيقول بأول إنجيل اللي كاتبه بيقول العالم عم تتداول كثير أمور في منها صح منها خطأ. أنا رأيتكم بس توضحتكم تفهموا وين الإيمان المستقيم وين الإنجيل المكتوب وضمن هذا التسليم وضمن هذا